من سنة فاتت كان عندنا رؤية نبني بيها بلدنا بالعلم والمعرفة والتكنولوجيا، رؤية المستقبل بلد شبابه قادر يشارك في إنه يبنيها ويطورها. جيل يشيل المسؤولية معانا، جيل عنده حلم وماسك فيه ومصدقه. والنهاردة بنشهد ولادة جيل جديد، جيل بنات مصر الرقمية. وكانت مبادرة بنات مصر الرقمية للجيل ده هي المبادرة الشاملة، الفرصة اللي هتغير حياة كل شاب انضم للمبادرة، من شباب الخريجين المتفوقين من كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والعلوم قسم الحاسب الآلي من كل جامعات مصر في كل محافظاتها، واللي فيها بيتم تدريبهم على أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أرقى الجامعات الدولية والشركات العالمية. ده غير تعزيز المهارات القيادية وتنمية المهارات اللغوية. ومن هنا كانت البداية لكل شباب مصر المتفوقين اللي تموا معانا سنة كاملة في مقر المبادرة، وبدأنا الدراسة بالمرحلة التأسيسية لمدة 3 شهور. ابتدينا فيها باللغة الإنجليزية اللي كانت أهم جزء للاستعداد لمرحلة الدراسة بالجامعة الدولية، واللي بعدها ابتدينا بأهم 3 مسارات في سوق العمل: الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والروبوتات. وكان التدريب على الشهادات الصناعية والحصول على الشهادات من الشركات العالمية هو الإنجاز الأول لشبابنا، وبدأ الطلاب التحدي الثاني وهو الدراسة لدرجة الماجستير المهني من الجامعة الدولية جامعة أوتوا الكندية. ثقافة جديدة، طريقة تعلم متميزة، جمعت بين التواصل عن بعد مع الأساتذة الدوليين من خلال الإنترنت وتقديم الدعم التقني والفني من طاقم التدريس المصري باستخدام معامل حديثة لتمكين الطلاب من تقديم المشاريع والأنشطة التعليمية المطلوبة. عمل متواصل وجهد كبير من شبابنا ومن فريق العمل بالمبادرة تممناه بتدريب شبابنا على المهارات القيادية اللي منها مهارات التفاوض والعمل في فريق وريادة الأعمال وغيرها من البرامج الرياضية والترفيهية للطلاب. من سنة ابتدينا ب3 مسارات، والنهاردة بقى معانا في المبادرة خريجين كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية وخريجين كليات الاقتصاد وإدارة الأعمال، وبقى عندنا كمان مسار الفنون الرقمية ومسار التكنولوجيا المالية وتحليل الأعمال. النهاردة بنخرج جيل نفتخر بيه في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. هي منظومة كاملة بتوفر للطالب كل السبل أنه يقدر يوصل ويحصل على درجة الماجستير المهني في المجال اللي هو بيسعى ليه. كانت مدة دراستها سنة، من ضمنهم 3 شهور في البداية preparation وشهر في الآخر training. بيبقى الإنجليش والإندستريال training، soft skills وغيرها، دي كل حاجات دي كانت بتوفرها المنحة. ده أكيد هيفرق بشكل كبير جدا في السيرة الذاتية بتاعتي. اللي استفدته إن أنا لما قعدت مع ناس من سني وقدرنا نعيش سوا ونتعلم مع بعض، واحنا عندنا باك جراوندز مختلفة جايين من جامعات مختلفة. النتيجة النهائية إن كل واحد فينا بقى تيم بلاير كويس جدا. أكتر حاجة جذبتني للمبادرة فكرة إن إمكانية إن أنا أدرس مع جامعة برا مصر الماجستير، وأظن إن أنا قدرت أكتسب مهارات وخبرات كبيرة تأهلني إن أنا أقدر أشتغل في المجال ده. جالي فرص عمل كتير جدا، حتى الريكروترز كانوا بيتواصلوا معايا. فادتني إن هما كانوا بيعرفوني أنا واقفة فين، مستوايا إيه، أقدر أحسن نفسي إزاي. فده اللي فرق معايا إن أنا قدرت أتحصل على وظيفة بعد المبادرة. ففي دعم متكامل، يعني هو البروجرام كله متكامل بكل زوايا تقريبا. الجمهورية الجديدة دي جمهورية الحلم والأمل، جمهورية العلم والعمل، الجمهورية القادرة وليست الغاشمة.